دابا الطامة الكبرى هي كتعرضي للتهديد من عند الناس هذا، هي والعاشق ديالها. اه هي والعاشق ديالها، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صاحبتك، صاحبتك الروح، صاحبتي الروح بالروح، صاحبتي مدة ديال 16 سنة وما يزيد عليها، 16 سنة وهي صاحبتك، وفي 16 الأخير سنة هي غدراتك. صاحبتي غدرتني، وفي آخر المطاف بديت كنكتشف أشياء اللي ما عمرني اكتشفتها في البداية ديالها، وليت كعاد بديت ما كنتيش كنعرف، كتظني على ان غادي ما واحد كنتش النهار كنقول غتغدراك لحد ولا ما غادي نوصل، أنا كنسلف من عندها وكنرجع لها بفائدة، كنسلف من عندها ونرجع لها بفائدة، واحد النهار كنكتشف بأنني المبلغ من مليون وصل ل 40 مليون، وأنا من تعادل مليون ل 40 مليون. من مليون، احنا راه لايف دابا، احنا لايف. من مليون ل 40 مليون. من مليون المبلغ تسلفته من عندها مليون، احتاجيتها وانا مريضه، احتاجيت من عندها 10000 درهم، هذه صاحبتك هذه هذه، غير صاحبتي صديقه ديالي، كنت ساكنه حداهم في الحي ديالهم، ساكنه في وعطيتيها، الحي ديالهم، عطيتيها الشيكات ديال بنتك. دابا عطيتها دابا الشيكات ديال المشكل الكبير هو بنتك. المشكل الكبير دابا عندي هو بنتي، وكتقول في ضابطه الشرطه القضائيه بان الشيكات عطاتهم ليا، اقسم بالله ما خديت من عندها الشيكات ولا عندي شي شيك ديالها، هي كتقول وحده انها عطاتك هي الشيكات. كتقول قدام ضابطه الشرطه القضائيه بان عطاتني شيكات، وفي نفس الوقت كنتسب وكنتهان وكنتعير قدام ضابطه الشرطه القضائيه، ولا حياه لمن تنادي. دابا الشيكات باقيين عندها، انت ما الشيكات خديتيش باقيين الشيك. عندها، شيكاتي باقيين عندها، وهاد الوثيقه العدليه اللي درت معاها تحطها الى خاي التهديد. بارطاجيو بلاتي الناس يبارطاجيو ويطلعوا اللايف، بارطاجيو خوتي هاد اللايف باش ما تبقاوش تثيقوا في الصحابات وفي الصحاب. تنبداو على بركة الله. مشاهدونا اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا هذه السيدة هذه اللي تعرضت لواحد عملية ديال النصب من طرف صاحبتها. هذه السيدة تسلفات من عند صاحبتها اللي هي صاحبتها الروح بالروح، تسلفات من عندها مليون، وفي الاخير كتفاجأ وكتصدم انها كتقول لها كانت تسالك 40 مليون. هذه السيدة عطاتها الشيكات ديال بنتها خاوين، ما فيهم حتى شي حاجة، شيكات على بياض عطاتهم لها كضمانة، وفي الأخير ولات كتهددها كتقول لها أنا كنتسالك 40 مليون، يعطيني 40 مليون يا غادي ندفع لك الشيكات ديال بنتك ونكتب فيهم اللي بغيت. غادي نخليكم مع السيدة تعاودينا شنو وقع لها بالضبط. لالا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. السلام عليكم سيدي. واخا قلنا شنو وقع لك مع صاحبتك. اللي وقع لي هو انني انا في الاول كيفاش تعرفتي على هذه السيده؟ انا كنت كنسكن في واحد المنطقه، وعاود رحلت لهذا الحي اللي كيسكن كتسكن فيه هذه السيده. المهم تعرفت عليها من بعد مده ديال سنه من السكنه ديالتي تما، اللي ما كانت عندي علاقه مع حتى شي حد. المهم تعرفت عليها، بقات صاحبتي كتجيب بنياتها عندي، ملي كتبغي تخرج كتخلي بنياتها عندي انا في الدار، ماشي ولادي اللي كيمشيو عندها، لان هي عندها اصلا غير غرفه ممكن ليش نحط فيها ولادي عندها، وليداتها كيجيو عند وليداتي لانهم عندهم لو ميم اج، نفس العمر ديال صاحبتك. صاحبتي بطريقه ما يمكن لكش تصورها، يعني صاحبتي لانني انا ما نكذبش عليك كانت عندي صاحبتي بالدرجه الاولى. المهم انا كنت الا احتاجيت شي حاجه كنتسلف من عندها وكنرجع لها، كنرجع لها بالفائده، رجعت مليون الاولى رجعتها ب7 المليون، رجعت المبلغ اي مبلغ اللي كناخذه من عندها تنرجعو لها. واخا مليون شحال باش كترجعي؟ مليون مثلا خديت مليون بحال اللي كاري شي دار، عاطي فيها مثلا هذيك الدار ساكن خديتي، عاطي فيها شي يقولوا لها هذيك الكلمه ديال انك تسبيق ديال 10000 درهم، كتبقى تخلص الكره ديالك، ومني كتبغي تخرج كترجع تعاود انت ترجع فلوسك ليا ال 10000 درهم. رهنتي عندها بحال رهنت عندها هذيك المليون مرهونه ب 40000 ريال في الشهر، الا ما عطيتيهاش 40000 ريال في الشهر مليون كتعود مليون و40، مليون و40 كتعود مليون و8، مليون و8 كتعود مليون و120 انسي دو سويت. المهم تسلفت من عندها وانا مريضه، تسلفت من عندها مبلغ ديال 10000 درهم، ما كانش عندي 10000 درهم اللي تسلفتي، تسلفت من عندها مبلغ ديال 10000 درهم، وانا الله شاهد علي على ما اقول، تسلفت من عندها مبلغ ديال 10000 درهم وانا مريضه، خديت من عندها 10000 درهم جابتها ليا ما كاينش مشكل با سوسي لانني نرجع لها فلوسها. واحد اللحظه ما بقاش عندي من نرجع، لان كانت عندي ما عنديش من نرجع، ما بقاوش عندي فلوس، ما عنديش من نرجع، ما عنديش مدخول اصلا. هذيك المبلغ ديال المليون ولا مبلغ ديال 6 ديال المليون، مليون ولا 3 ولا 6، كتقترح عليا هي واحد النهار عيطت ليا للبيت ديالها، كتقترح عليا بانه غادي تدخل الزوج ديالها، هو ديجا واخد ديجا ان كريدي ديال 3 ديال المليون من وفاه سالا. هاد السيده مزوجه، هاد السيده مزوجه اكيد مزوجه هاد السيده، وعندها وليداتها، كتقترح عليا بان بحكم انني صاحبتها وما لقيتش مني نرجع المبلغ ديالها، كتقترح عليا بان الزوج ديالها غادي يتدخل في هاد القضيه هادي، وما غاديش تقول ليه السبب اشنا هو، فقط هو ديجا واخد لها مبلغ ديال 3 مليون وغتطلب منه ياخذ لها 3 اخرى، وغترجع ليا الشيكات ديال بنتي وغنهيو الموضوع.
جات عندي واحد النهار هزه مبلغ فيطه صغيره، هزه في يديها، انا مكلومه في امي ومكلومه في با، يلاه ميتي ليا. كان نتفاجئ بها، جايبه فوطه صغيره فيها 2 مليون. قالت لي فوالا راه راجلي ما خداش، ما دابا راه عطاو غير 2 مليون، يعني كيف في المبلغ راه وصل يلاه لخمسه. المليون راه باقا قائمه الدات عندك. قلت لها واخا ماشي مشكل، بقى غير مليون، انت عطيني شيكات بنتي وانا غادي نشوف كيفاش غادي ندبر امري ونرجع لك هذاك المبلغ. صراحه مبلغ، يعني انا عندي غير صالير ديال الزوج ديالي، هذاك الصالير ديال الزوج ديالي اللي كنت في البدايه كنعطيها منه لي زانتيغي، عييت عييت. السيده واش كتسلف غير انت ولا كاينين الناس؟ لا لا، عندها علاقه نوع، عندها ديال خدمتها، هذه خدمه ديالتها، هذه خدامه، عندها فراشه في القيصريه، عندها فراشه في الارض في القيصريه، كتسلف الناس بالفائده. انا الانسانه الوحيده دابا اللي صوت قيصريه الدرب السلطان، قيصريه الدرب السلطان الحفاري. هاد السيده عندها فراشه، عندها فراشه، وكتقول لضابطه الشرطه القضائيه انا عطيتها 40 مليون من فلوس خويا وفلوس امي اللي هي باغا تنصب على خوها وعلى امها بالاسم ديالي انا، ومستعده نعطي عليها قدام ضابط الشرطه القضائيه، مستعده نعطي عليها انا 40 مليون وحده اخرى. وخويا هاد الفراشه اللي كترجع هاد الملايين، وانت ساكنه في غرفه وحده، ساكنه في غرفه عندها فراشه، عندها فراشه وكتسلف الناس بالفائده، بالفائده. دابا انت سلفاتك مليون، سبعه المليون، نوب الاولى المليون، بسبعه المليون رجعتها ليها، رجعتها للوالده ديالتي الله يجعلها من اهل الجنه. والله ما عمر، ومن تما حبست ما نتسلفش من عندها حتى لواحد النهار، حتى جيت كنت مريضه وبالفعل تسلفت من عندها 10000 درهم وانا مريضه. وانا مريضه تسلفت من عندها 10000 درهم وجابتها ليا وما قالت لي حتى شي كلمه. انا راه رحلت من ذاك الحي اصلا، وبعدت هي الوحيده اللي بحثت عليا، ويلي قلبت عليا وبقات علاقتي معاها مستمره، وما عمرني رضيت بما رضيت. اخي داك شويه خليه بحالك. رضيت بما يرضي الله، يعني انا بقيت غادا بداك الشيء اللي كيجيب الزوج ديالي وصابر. حتى النهار اللي مرات حتى جيت من عند 10000 درهم، انا عاودت لكم كيفاش طرا ال 10000 درهم، راه وصلت ل 6 ديال المليون، دخل الزوج ديالها قالت لك يلاه عطيني زوجي 5. انا السيده تاخذ تسلفك مليون ب 7 المليون، ب 6 المليون، ب 6 المليون، ب 6 ديال المليون، راه لي زانتيغي راه تزادوا. ما عطيتيهاش مثلا راه المليون ما خلصتيش الكرا، مول الدار كيقول لك راه عندك مليون وربع، راه هذيك المليون راه غنقطع لك منها ولا غادي، فهمتيني اش بغيت نوصل لك؟ راه كتعود 40 كتزاد 40 كتزاد 40 كتزاد 40. يعني انت الشيكات، عطيتها الشيكات ديال بنتي، الشيكات اللي بقاو شادين، على اساس انني عندها ربعه ديال الشيكات، ربعه الشيكات خاوين فارغين ما فيهم والو، على بياض. طلبتهم على بياض، قالت لي انت صاحبتي راه ما عمرني غنقدر ناديك، راه الفلوس ماشي ديالي، راه ديال واحد السيده اللي كان ديباني من عندها انا الفلوس. هاد السيده اسم ديالها تال، الا بغيتي سيدي نقول لك اسم ديالها، وعندها خوها كيبيع ويشري في المخدرات، في هذاك السيده عندها خوها كيبيع ويشري في المخدرات في درب كبير. انا ملي كنسمع بحال هاد الالفاظ هادي اشنو كيطرى ليا؟ خوفا على وليداتي، خوفا على وليداتي. ساعه اللي اقترحت عليا دير معايا وثيقه عدليه، قلت لها غترجعي لي الشيكات باش ناخذ، باش نحمي بنتي، باش نحمي بنتي، لانني انا اللي قدمت بنتي. الشيكات ديال بنتك خارجين فارغين ما فيهم والو، مسنين مسنين على بياض، مسنين على بياض. وانا الطلب هذا كيفاش انت حتى عطيتي هاد الشيكات هادو؟ علاش عطيتي الشيكات؟ عطيتها الشيكات لان كان عندها النوب الاولى غير واحد، من بعد ولاو عندها اربعه. علاش؟ لان المبلغ ولا 6 المليون، مبلغ مني وصل ل 6 المليون، طلبت شيك اخر مني وصل ثلاثة. عندها شيك خاوي ما فيه والو، عندها شيك خاوي ما فيه والو، قالت لك لا المبلغ ديال المليون ها هو الشيك ديالو، وصل ثلاثة غتعطيني الشيك، وصل لخمسة غتعطيني الشيك، وصل لستة، وصل عدة. حبس، ما بقيتش بغيت نعطيها الشيكات، ما بقيتش بغيت نعطيها الشيكات، لان المبالغ هذا الشيك هذا وكتزاد، هذا وكتزاد، وانا ما عنديش منين. اتاري واحد النهار في رمضان كتهضر مع تعيط عليا، قبل من رمضان بنهار انا كنت اكسيدونتي مهرسه في يدي، جات عندي قالت لي انا مستعده انني لهاد السيد هذا اللي هدك وضربك ودار لك هكا وهذا، راه السيد الاخر. قلت لها سمحي لي انا ما باغاش ندخل، باغاش ندخل حتى شي حد، المشكل ديالي اللي وقع قدر الله وما شاء فعل. هما كي اصلا هذا هو العمل ديالهم، دريتي يجيب لك واحد يتقلب لك عليه، يضرك يدير لك يضرك. المهم وصلت لعند، جات عندي في رمضان قالت لي ماليا، قلت لها نعم، مبلغ وصل ل 40 مليون. قلت لها كيفاش وصل ل 40 مليون؟ قالت لي الا بغيتي شيكات بنتك راه السيده، غادي السيده هي وخوها اللي كيبيع الحشيش وكيبيع المخدرات في درب كبير، راه غادي يقدموا لك الشيكات ديال بنتك لضابطه الشرطه القضائيه. اون فوا سمعت هاد اللغه، سمعتي هذيك الخبر ديال انهم غيدفعوا الشيكات ديال بنتك
وعلى بايض يقدروا يكتبوا فيهم اللي بغاو يقدروا يكتبوا فيهم سنين. فضلت انني فضلت انني نسيني انني نمشي معاها وندير معاها الوثيقه العدليه. شنو قالت لك؟ شنو قالت لك بعد هي اصلا ما اقترحتش باش نوصل لك اسيدي واحد الكلمه السي حمزه واحد الكلمه. انا راه السيده ما دواتش معايا على 40 مليون بانها غدير معايا. فضلت انني الغد عيطت عليا قالت لي غنتلاقى معك اجي عندي الحبوس. الو السلام عليكم. قلت لها وي السلام عليكم. السيده بنت درب السلطان. بنت درب السلطان وانا راني بنت درب السلطان. انا بنت درب السلطان وهي بنت درب السلطان. قالت لي اجي عندي الحبوس غنتلاقى انا وياك دابا. قلت لها ياك لاباس. قالت لي غير اجي عندي راني لقيت لك الحل هذا اللفظ. مشيت لعندها وانا مهرسه في يدي كندوقف كنتصدم بها وبولد خالتها اللي هو العشيق ديالها وانا شاهده على ما اقول وكنتحمل مسؤوليتي لان اي حاجه عندي على دليل. كنتكلم مزوجه وعندها العشيق ديالها ورا الزوج ديالها لقاها في الدار هي وياه. والغد هزت لي حويجات لقاها الجمعه ان فوندغودي سواغ هي وياه على اساس ان الزوج ديالها ما غاديش يجي الجمعه غيمشي لدار والديه باش يعوم باه. كيجي هو ما مشاش عوم باه كيجي للدار كيلقى بان الزوجه ديالتو كتواجد هي هو ولد خالتها في نفس الوقت وهي وياه في وضع مهم. نفاعل الغد لي اشنو دارت هي؟ خرج فحالو كبر عقلو. السيده دايره العاشق على راجلها. دايره عاشقين جوج اللي كنعرف انا عاشقين وعندي عندها جوج ديال الصحاب وانا كنتحمل مسؤوليتي بالدليل. ما كنتحمل عندها ولاد عندها وعندها جوج ديال البنيات وراجلها كبر راسو وعقلو على قبل هذوك جوج ديال البنيات باش ما يحطهمش في موقف لا يحسدوا عليه. حضر راسو وخرج الغد كيكتشف بان حويجو وصلوا للدار الوالدين ديالو والاثنين رفعت عليه دعوه طلاق شقاق. هاد السيده فاش حصلها عندها هي اللي رفعت دعوه طلاق الشقاق. حصلها عندها العاشق رفعت دعوه طلاق الشقاق. وانا هادشي اللي كنتكلم عليه انا شاهده عليه وما كنكذبش وما مستعده نادي يمين الله لان اليوم الدنيا وغدا اخره. وانا اللي كان انا ملي كتعيط ليا كتقول لي فلانه انا راني ما غاديش نكون في الدار الله يجازيك بخير ما تنزليش لدار السلطان باش راجلي ما يتلاقاكش راه غادي نقول ليه انا راه كاينه عند ماريا راني غدا خارجه البلاصه فلان فلانيه عندي كل حاجه بالدليل. انت تسترتي عليها؟ انا تسترت عليها ولكن جات اللحظه لانني خصني نفيق لانني انا تسترت عليها في نفس الوقت راه كتدمر فيا. تسترت عليها بزاف د الحوايج يمكن خوف يمكن الا تصرفتي تصرف غير لائق تقول غادي نمشي ندفع لك الشيكات ولا غادي ندير. قلت انا يا سبا كان في خبارك بانك تمشي عند العاشق ديالها وما قدرتيش تقولها لراجلها؟ ما نقدرش نقول اصلا راجلها. نقول لك واحد الكلمه انا الساعات اللي تيد حيت عندهم غير غرفه وعندهم دي ديسكالي ديال الحديد كيطلعوا بهم لواحد الغرفه واحده اخرى من الفوق. عندها غرفه واحده تواليت ودي ديسكالي ديال الحديد كيطلعوا ان ما يمكنش انا الساعه اللي كنكون عندها كاع في الدار الساعه اللي تيدخل الزوج ديالها هو شاهد على هذا الموضوع. تنسحب انا وتنخرج كنقول ان انا سباس ليميتي سي با لا بين باش انايا سي با لا بين باش انا نبقى معاه فيه لان ما يمكنش. وكنحضر راسي وتنخرج اقسم بالله السلام عليكم ما كيسمع مع الدي مقاده حتى وليت كنشوفه مؤخرا بشكل مستديم حيت كنعطيه امانه ديالو شهريا 1200 درهم في الشهر. نورمالمون خصني نعطيه 1220 درهم في الشهر كنعطيه غير 1200. قلت له هذيك ال 20 درهم السي فلان ان شاء الله منين سالي وراني غنجمع لك ال 20 درهم من تاريخه الى يومنا هذا. دافع مازال الدعوه في اونكور. راجلها على بال على انك تخونوا مع جوج بنات عارفه على بال وعنده كل شيء وكل شيء دليت ليه به وكل شيء عطيته ليه وثائقه كلها عنده ومسائله كلها عنده. انا شاهده ومستعده نشهد. شنو كدير في الحياه ديالها؟ تذكير شنو كدير في الحياه ديالها؟ امراه مزوجه عندها جوج ديال البنيات عندها فراشه في قيصريه. فراشة في القيصرية. فراشة في القيصرية في درب السلطان في الحفاري في درب السلطان. شنو كتبيع فيها البتيلانج؟ البتيلانج يعني هذوك السريولات كالسونات البتيلانج يعني المسائل الداخلية السروال هذا مسائل داخلية ديال النسائية مسائل داخلية نسائية. ديال هاد الحالة كاملة. المهم هي هذيك شفتي إلا شفتيها غتقول واقيلا أنا اللي ظالمة هي غتبان لك مؤمنة ولكن راه بغيتك تجلس حداها وتسمع ألفاظها وأسلوبها كيفاش كتكلم. واخا شنو الحل دابا اللي وصلتي معاه؟ انا ما وصلت مازال لحد حتى شي حل. انا كنطلب انا دابا لحد الساعه تنحكي لك كيفاش وصلنا بعدا لهاد الوثيقه كيفاش دارت. وصلت عند الحبوس السلام عليكم كندور كنلقى سيد الاخر اللي هو ولد خالتها وعشيق ديالها. انا اصلا شكله تيخوفني تيرعبني. وقفت في الحبوس وهي تقول لي دابا غادي وصلت لك الحل بغيتي نعطيك شيكات بنتك. قلت لها عطيني شيكات. قالت لي شوفي انا غندير معك واحد الوثيقه اللي هي يا عدليه وغادي عدليه اشهاد عدلي اللي غادي نديروا فيه مبلغ. قلت لها ما ب 40 مليون ديال اش هادشي؟ راه انا نقول لك واحد المعلومه نوصلها لك هادشي كلشي اللي النقاش ما بيني وبينها
راه عندي في التسجيلات ديالي النقاش ما بيني وبينها، عندي في التسجيلات ديالي هذه صاحبتي الروح بالروح، وحرمتني انني وليت كندوز من حدا العيالات ولا حدا اي حد كنهرب. ما بقيت بغيت نقول السلام عليكم، انا دخلت انا وليت تروماتيزي، انا وليت كنلتجئ للاطباء باش نعالج راسي، وليت بكثرة الخوف وليت كنلتجئ للاطباء باش نعالج راسي من التروماتيزم اللي واصله ليه. المهم يا ديك قلت لها، قالت لي غادي نديروا هذه الورقه، ولكن راه شوفي واخا نكتبوا هذاك المبلغ، شوفي انت بيني وبينك جالسه حدايا هي هو واقف، انا ما بقيتش قدرت نوقف، جلست في واحد الكرسي ديال الجرده وانا حاضره راسي بحال هكا وكنبكي، دموعي كينزلوا بحال الشتا. قالت لي غنديروا هذه الورقه، ولكن راه المبلغ ماشي هو كامل، المهم غادي نديروا فيها 40 مليون، ومنين توجدي راسك ان شاء الله، منين تبيعي داكشي اللي ورثتي من عند والديك، غادي ترجعي لي واحد المبلغ، والوثيقه غادي نقطعوها انا وياك وعدي، ونرجع لك شيكات بنتك دابا. دخل هو يا بقى واقف، دخل كيدخل من عند هاد العدول لعند هاد العدول لواحد اللحظه، ويجي عنده ويقول لي راه العدول قال لك خلصت الوثيقه ب 8000 درهم. ويمين ديغا ملي جات دي الوثيقه قالت لي خصك تخلصيها ب 8000 درهم. قلت لها انا اقسم بالله ما عندي باش نفطر ولادي اليوم رمضان، فطور رمضان اليوم ما عنديش باش نفطرهم، لان اللي عندي راني كنت كنعطي لك، كنعطي راجلك 1200 درهم الشهر، شحال كيبقى لي انا؟ راه ما كيبقى لي والو باش نعطيك انت 8000 درهم. هو يجرها لواحد المسافه ديال 100 متر هو وياها، مشى هو وياها استشروا تا 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 تا، وانا حاضره راسي. واحد اللحظه كيقول لي راسي نوضي وخليها تكبر ونوض عندها. قلت لها كيف قال سيدنا الله يرحمه مسكين، الله يرحم سيدنا، الله يرحم الحسن الثاني، قال لك كبرت صغار وانا فيما بغات توصل، وانا مستعده للقضاء ومستعده اللي فصلوا لي القضاء نلبسوا، ما عنديش مشكل. المهم هذيك قالت لي، رجعت عندي واحد اللحظه قالت لي شوفي راه غادي نمشي تسلف من عند واحد السيد، اسمع الالفاظ اللي كتسمع، غادي نمشي تسلف من عند واحد السيد سميتو حميد، هاد السيد راه كيبيع حشيش في درب الكابي، وراه مستعد ان كتهضر معايا بحال هكا، راه مستعد ان انا اون فوا كنسمع حشيش وكنسمع مخدرات، وانا بعيده على هاد المجال، لا انا لا الاسره ديالي لا الكبيره ولا الصغيره، ما عندناش مشاكل في القضاء مع هاد المسائل هذه، لانني ما عنديش انا كاع اصلا لا اللي كيتعاطى ولا اللي كيتخدر. بغا تدخلني في حياتيات وحده اخرى وفي مواضيع وحده اخرى، يا اما وقيله بحالي انا راه تبانت لي بان سالس ان الحشيش كيتباع، وحشيش ان كيدمروا به الدراري وكيدمروا به الشباب، سالس انني نبيع حتى انا وقيله الحشيش ونبيع هذا الشيء. درت فيها بحال هكا، بقيت كنشوف فيها، وليت كنقول مر اللهم نكسب هاد الوثيقه ديال العدليه، ومن بعدها يحن فيها الواحد الاحد. جروني، ماشي جروني جروني جران ديال العصا، قلت لي يلاه نمشيو عند داك العدول، راه عندي الاسم ديالو. قلت لي يلا مشو عند داك العدول مشيت معها، جلست وانا دموعي على خدي ما تحبسوش، والعدول كيشوف فيا وكيشوف فيها، ولا سيكريتير كتشوف فيا وكتشوف فيها وكتشوف هو وكيغوت وكيدير صباعو في ودني. قال لهم اشنو المشكل؟ قالت لي السيد انا ما دويتش، هاد السيده كانت سالوها مبلغ ديال 40 مليون، العدول شاف فيا حتى حركت ليه راسي. شنو قلتي لي؟ ما دويتش فمي، انا تنقول لك واحد الكلمه، انايا عندي لا تيغويت، ملي كنبقى نبكي كنتخنق ديجا. قال لي العدول كيهضر معايا ما دويتش حتى تحركت لي راسي، ويقول لهم عطيوها فرصه تجمع الانفاس ديالها، ويقول لا ما عطيهاش فرصه، ما كايناش فرصه، اخر فرصه هي هادي، كيغوت بواحد الطريقه ما يمكنلكش تصورها، هذا العشيق ديال صاحبتي، فرصه اخر فرصه هي هادي، اخر فرصه هي هادي، ما غاديش نعطيها. العدول كتب نورمالمون، العدول انا ملي رجعت عنده حكيت لي كان عليه مفروض ان عيط البوليس، عاودت لي قلت لي راه مشكل ديالي انني انا راني شيكات بنتي عندها، دابا المشكل مصيبه الطامه الكبرى هو شيكات بنتي زائد الاشهاد العدلي. درت عندها قلت لها غتعطيني نكتب حدي كنهضر معاها هكا في ودنها، لانني ما قادراش ندوي، هي حيت جالسه حدايا لاصقه بيا هكا لاصقه في الجلابه ديالتي، وانا مهرسه شاده لي يديا كاع من هاد الجهه، لانني ديجا قلبي وادي، وهي تقول لي يا صافي غنعطيك الشيكات ديال بنتك، غنكتبوا هاد الاشهاد صافي سكتي باش ما يزيدش يبقى يغوت، غادي يعصبنا وغادي نتعصب، ما بغاش نتعصب. قلت لها واخا ماشي مشكل، وانا حتى لديك اللحظه وانا عندي ثقه انها غادي تجيب لي شيكات بنتي، ومشيت شوف نقول لك واش فاس معاك هذا عدليه وتقتي فيها، يعني الثقه اللي خلاتك بحال هكا، الثقه اللي خلاتني بحال هكا. منين خرجنا، منين كتبات الوثيقه قال لي اري لا كارت ناسيونال ديالك، عطيتها ليه قال لي كتبي فيها رقم الهاتف ديالك، العدول مخبي لا كارت ناسيونال، كتبي فيها رقم الهاتف ديالك، كتبت لي رقم الهاتف ديالي الاسم ديالي، عطاها حتى هي لا كارت، حيد لا كارت ناسيونال ديالتي انا، عطاها لا كارت ناسيونال ديالها، قال لها كتبي رقم الهاتف ديالك وثق لينا الوثيقه العدليه. خرجنا من عندها قالت لي يلا خرجت، يلا غادي نخرج مع الباب،
فتنا العتبه ديال الباب ديال العدول، قالت لي المبلغ راه غادي تبانيه فلان ب 8000 درهم، غادي يمشي يبيع فيها، غادي ياخذوا من عنده يتسلفوا، وغادي يعطيه قدر من المخدرات ما يعادل هذيك القيمه ديال داك المبلغ، وغادي يمشي يخلصوا. قلت لها انا بعيده على هذا الموضوع، ما عندي منين نخلص، ما عندي باش نخلص، غتعطيني شيكات بنتي دابا؟ قالت لي اه، وخليت تكتب الورقه حتى تجي الورقه بعدا، وعاد ديك الساعه منين ناخذوها غادي نعطيك شيكات بنتك. تحركت من حيت انا في الحبوس حدا المسجد المحمدي، تحركت من قدام من مكتب ديال العدول لعند المسجد، للمسجد سيتي برسك الظهر كيأذن. دخلت للمسجد، حلت امري للواحد الاحد، جلست واحد الكرسي لانني اصلا كنت مارسه في ايديا، صليت لقسم الله، بقيت كنبكي بطريقه ما يمكنلكش تصورها. خرجت من عند العدول، خرجت من عند من المسجد وانا ندخل لعند العدول. انت عندك وثائق على هادشي؟ عندي ادله. كاينين وثائق؟ عندي ادله. يعني ما كتهضريش من فراغ؟ كنهضرش بفراغ. يعني دوسي كامل على عندي ان دوسي كامل، وهذا الدوسي هذا راه عنده نسخه منه، عند يعني تسجيل، وهذا عند كاينين عند بوليس، وكاينين وكاينين عند المحامي، ما كاينين عند المحامي ديالي، وكاينين في دائره في دائره عند النيابه العامه، وانا مستعده نوصل بهم حتى للرباط. هاد الموضوع انا ما نتناقش فيه، وما تعرفوني انا ان فوصلت للظلم، منين حسيت بالخوف وداني الله لانني ناقشت موضوع مشكل ديالي مع وليداتي، وقلت لهم راه واقع ليا وواقع ليا، اشنو باش جاوبوني ولادي اللي اكبر مني عقلا يمكن؟ قال لي ماما البلاد راه فيها قانون، ماما التجئ الى القانون، بلادنا حنا ماشي في الغابه، ماشي في الغابه، راه حنا في حنا بلاد فيها القانون. انا بين انا النطق ديال ولدي، انا مثلا الحمد لله ما تنكمي، ما تنتحشش، ما كنشرب، ما والو، ما كندير حتى شي حاجه، انا داخل سوق راسي مقابل قرايتي، ما عندي مشاكل مع ما عندي مشاكل مع الامن. هاد السيده اللي بغات تهدك، بلاد فيها قانون. دابا الامور مابقاتش غير في 40 مليون، ولا التهديدات، ولا التهديدات، لان وصلني تهديد اكريت، تهديد ان اس ام اس، وديته لدائره الشرطه، قلت لهم راه اللي وقع لي، وهالي ها فين وصلنا، تحط تحت من لو دوسي. ملي كنقول ليه هادي كيقول لي حيدي يدك، حيدي يدك. المهم هي هذيك، وانا الشكايه راه حطيتها نهار 4/7/2022، 4/7/2022 الشكايه تحطت عند وكيل جلاله الملك في دائره في النيابه العامه، وخديت عليها، خديت اناكوزي، خديت اناكوزي من النيابه العامه، كلشي عندي، كلشي اناكوزي عندي، اناكوزي. المهم انا اللي حطيت الشكايه، انا اول وحده حطت الشكايه عند دائره النيابه العامه، على اساس انهم يبحثوا في هذا الموضوع ديالي، بما ان البلاد فيها قانون يبحثوا في اتاريني، انا اللي كنت تبحث، وانا اللي مضغوط عليا على اساس انني الاني لاصبع عليها، وانا اللي تنكذب بحكم الخبره ديال هذا الضابط، بان عنده خبره ديال 21 سنه، ومع يقدر يعرف ويقدر يديستانكي الانسان اللي تيكذب والانسان اللي ما تيكذبش، يقدر يديستانكي اللي تيكذب واللي ما تيكذبش، واللي تيكذب راه هو انا، واللي كينصب عليه هو انا. وانا اقسم بالله العلي العظيم كنعيش وضع في هذا البيت هذا اللي تنعيش فيه، الدار ديال هذه السيده اللي انا جالسه معايا حاليا، انا ما عنديش دار، ما عنديش سكن، ما عنديش مقر، الماء والضو ما عنديش في الدار، الدار هذه راه ما فيهاش الماء والضو، هاد الناس اللي قدامي هما اللي عاطيني الخيط ديال الضو، الماء كناخذو من عندهم من البارتمون ديالهم وكندخلو في السطوله. اذا انا عندي 40 مليون، اضعف ايمان انني نشري على الاقل ساروت، نشري سكنه لولادي، نشري شي حاجه من 40 مليون، شنو هي 40 مليون؟ لا يجمعها الا الفم، ما يجمعها الا الفم. ما عمرني احتكمت على 10000 درهم مقاده، 10000 درهم مقاده ما عمرني احتكمت عليها، ما عمرني حسبت مبلغ ديال 10000 درهم، غنحسب الا المبلغ اللي خديت من عند هاد السيده. نحتكم على مبلغ اللي هو يا 40 مليون، لا يعقل. اش دايره بها؟ ما دايره والو، ما دايره والو. مشيتي لابونك على قبل الشيكات ديال بنتك؟ مازال لحد الساعه ما مشيت، ما مشيت لحد الساعه، مازال ما التجأت، مازال حتى شي حاجه، كنتسنى الامن اشنو غادي يقرر في هذا الموضوع هذا. وباش ما نتسماش انني بانني انا تندير شي حاجه مورا الامن، انا غدا ليغالمون، غدا قانونيا سالينا واحد النهار عيط لينا، قال لي غادي تلاقاو عندي ضابط الشرطه، غادي تلاقاو عندي، جيت عنده حطيت التحقيق هذا تحقق معايا، حقق مع بنتي، صافي سالينا بسلامه، انا غادي نستدعاها، حقق معاها. واحد النهار جا عندي، انا بقيت كنبحث، راه ماشي هو اللي جا عندي، انا بقيت كنبحث، كنت كنشوف لاكارت ناسيونال ديال التمثاليه، بقيت كنبحث، بغيت نعرف الملف فين وصل، ما كنلقاش ضابط الشرطه. واحد النهار جيت ان فوندغودي، جيت جمعه، جيت مع شي جويل 12،
خديت شهاده السكنه من الكوميساريه ديالتنا. كنصادفو خارج ويقول لي يلا لقيتيني مشيت لعندك للدار بالفارغونيت. وهاد الفارغونيت كتجي عندي بشكل يومي تقريبا، كل مره كيجي عندي. علاش؟ انني انا نتهدد، انا راه ما كنتهددش. البلاد فيها السي عبد اللطيف الحموشي، وكنطالب السي عبد اللطيف الحموشي بانه يتدخل ليا في هذا الموضوع، لان غادي يكبر اكثر من هكا. انا راه ما عنديش مكريه، ما عندي حشيشيه، ما عندي وكان نقدر نهدي راسي وندير راسي، وغادي يبقى ولادي امانه في عنق السي عبد اللطيف الحموشي الا ما تدخلش ودار لي حل هذا الموضوع. هذا مبلغ 40 مليون مي غنعطيه سني؟ ما غادي نتسجن؟ ما فهمتش. واخا يسدوني كاع في الحبس راه ما غاديش نتنازل على حقي، راه غندخل وغادي نخرج وغادي ندخل وغادي نخرج حتى نلقى الحل ديالي، لان هادشي بزاف. السي عبد اللطيف حموشي انا راه كنعيش في مشكل، وكنعيش في مشكل بسبب دائره الامن الوطني حيدر السلطان شارح احمد الصباغ، وانا راه ما غنتنازلش على الحق ديالي ايا كان نوع العقوبه. انا ما كنتنازلش عليه. انا راه ما ضال مسات السيده ما واخداش معاك رساله. انا الا كانت ما عندهاش الضمير اصلا باش غادي ندير واسجل رساله، راه ما عندهاش الضمير. هاد السيده راه هي، هاد السيده هادي راه هي الام، امها هي البنت. هاد السيده كون كانت تحترم وعندها التقدير غتقدر امها اللي معاها في الدار، صوتها كيرتفع فوق من امها. صوت هاد الرساله انها ما تنصبش على خوها وامها بالاسم ديالي انا. دابا هي كتقول في دائره الامن الوطني بان فلوس خوها وامها اللي عطاتهم ليا. انا اقسم بالله ما واخده من عندها اخويا شي ريال وامي متي شي ريال، راه فلوسكم عندها وراه غتنصب عليكم بالاسم ديالي. دخلنا للقضاء قالت انا ما عنديش ار نصب على خويا وامي بالاسم ديال هاد السيده، ونزيدها حتى انا 40 مليون، نزيدها حتى 40 مليون بليس فلوس خوها. راه ما غنتقبلهاش وما غنتقبلش هاد الموضوع. شنو استفدتي من هادشي كامل؟ استفدت انني ندخل سوق راسي ونعيش بما يرضي الله وما نطلب حتى شي حاجه، ولا جات الموت قدر الله الموت مرحبا ما عنديش مشكل. وتنعاود نقول النصيحه اللي كنعطي الناس راه ما كاين لا صحابات لا حتى شي حد. ونوصل لك واحد المعلومه، انا راه وليداتي ما عندهم صحابات، انا ولادي ما عندهم صحاب، انا راه حتى واحد في ولادي ما عنده صحاب، حتى العائله ما عندهم صحاب، راه انا الوحيده اللي درت هادي. راه شلاضه هادي، هادي راه ما عرفتش كيفاش غادي تحل هاد الشلاضه. هادشي التخربيقه هادي ما عرفتش كيفاش دار، راه ما بيناتش هي الوجه الحقيقي ديالها. راه يلاه بدا كيبان الوجه. تصور ان قال لها واحد النهار الزوج ديالها حبسي هاد الروينه اللي دايرها مع السيده، قالت ليه فاش غتجيها هاد المبلغ هذا قدام؟ انا راه ما عندي اصلا، خصها تعرف حاليا انا راني ما عندي حتى شي ريال، راه انا اللي عندي تنازلت عليه وسامحت فيه لخوتي بكثره ما عطاوني وبكثره ما ساعدوني في مشكله السيده. انا تنازلت على كل شيء وما عندي مليم ازرق منين عطاه. الا كان القضاء باغي يسجنني مرحبا، ولكن راه ما غاديش نتنازل. راه الموضوع الا كنت دابا حاليا التجأت للصحافه راه ممكن التجأ اكثر من هذا. الموضوع ما غينحاصرش في المغرب، غادي يعود موضوع قضيه راي عام في العالم كامل. يمكن انا غادي نربي، ويمكن انا الانسان الوحيد اللي ممكن غادي تهضر في هذا الموضوع. تبانوا لكم عشرات ديال النساء اللي معرضين هذا المشكل. كاينين النساء اللي انتحروا، كاينين النساء الرجال اللي انتحروا، كاين الناس اللي كاين عائلات اللي تشردت بسبب هذا النوع ديال وحدك اللي تسلف شي من عند السيد. لا هي معروفه، هي معروفه. وهذا الشيء الزوج ديالها، هذا الشيء الزوج ديالها راه في الحوار ديالو مع 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 ضابط الشرطه قالها لي، قال لها زوجتي راه كاين وكاين هذا الشيء. راه كنعرف ديالها شهد بانه كتخلصيه انت، كنتي كتخلصي. شهد بانني انا كنعطيه مبلغ ديال 1200 درهم في الشهر. قال بان هاد السيده ما كتحكمش عليه، هي الزوجه ديالته ما كتحكمش على 40 مليون، وانها هاد السيده كتعطيني ليا انا بانني انا راه تنعطيه 1200 درهم في الشهر. ولحد الساعه مازال انايا تنعاود نطالب، ياك الشهاد ياك الشهاده ديالو ما بغاش يعترف بها لضابط الشرطه، كنعاود نطالب مع السي عبد اللطيف الحموشي بانه يحضر الزوج ديالها ونعاودو نديرو عاوتاني التحقيق من الاول. انا راه ما نتنازلش على حقي، وماشي انسانه تنعاود نقول. انا قالت هي بانني انا قلت لها مكلخاك بالفعل، مكلخه الا كتظني بان البلاد ما فيهاش قانون، مكلخه الا كتظني بانني انا غنوصل معاك داك المستوى الدنيء ديالك بالسبان والمعيان. انا راه ولادي ما عمرني سبيت، وما عمرني قلت لهم حتى اجي لبوك ولا اجي لامك باش غادي نبدا نتواصل انا وياك في دائره الشرطه ولا في دائره الامر، في دائره الامن الوطني بالسبان وبمعيار وبالفاظ اللي الا تقبلوها همايا وبغاو يسمعوها على الاذان ديالهم، انا ما عنديش مشكل. أنا ما الرسالة الأخيرة ديالي أنني الرسالة الأخيرة ديالي الناس مسؤولين، راه السي الحموشي الشي عبد اللطيف الحموشي، أنا كنطلب منك الله يجازيك بخير تدخل الملف ديالي، راه الرقم ديالو تحت، راه حطيته عند دائرة الأمن الوطني، دائرة درب السلطة الفداء، دائرة درب السلطة الفداء
امل الوطني ديال درس شارع احمد الصباغ، الدائره الثامنه، الدائره الثامنه ديال احمد الصباغ. انا لحد الساعه الى يومنا هذا انا كنطالب السي عبد اللطيف حموشي بانه يتدخل ويلقى لنا حل، لانني انا اون فوا غادي نخرج من التحقيق اقسم بالله تنقدر ندير شي حاجه في راسي ويبقى ولادي ايتام على العاتق ديالكم، على العاتق ديال دائره الامن الوطني. والبلاد فيها السي عبد اللطيف حموشي وفيها سيدنا وفيها قانون وفيها، ما نعاودش ما نتناقش الموضوع. وتنقول يمكن ذنبي اللي وصل لي في هذه القضيه وانني تسترت عليها على 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 البلاوي اللي كدير، على البلاوي اللي كدير تسترت عليها. هاد السيده هادي لو كانت انسانه سويه غادي تصيفط بنيه ديال 20 سنه لدوله الامارات. اش غتمشي ديري اختي في دوله الامارات؟ هذا هو الجواب اللي غادي، هذا انا بالنسبه لي انا هذا هو الجواب. ماشي المهم 20 سنه طفله، باقا طفله بدون اذن ديال باها، لان باها لحد الساعه مريض، لحد الساعه مريض من هذا الموضوع. يعني الزوج ديالها ومرضاته، الزوج ديالها ومرضاته في حياته، مسكين ولا غادي وكيهضر بوحده. المهم السي حموشي انا راني ما غنتنازلش على حقي، وكنطالبكم وكنناشدكم بانكم تلقاو لي حل، الله يجازيكم بخير. الا ما لقاو لي حل السي حموشي انا راه ما غنساش هذا الموضوع. اذا مشاهدينا كيف ما تابعتوا معنا، السيده هذه تسلفات من عند صاحبتها مليون، وفي الاخير كتصدم بانه رجع 40 مليون. هاد السيده ولات كتهددها هي والعاشق ديالها. كنتمنوا من الناس المسؤولين ورجال الامن بالدائره الثامنه بمنطقه الفيده درب السلطان باش ياخذوا بيديها ويتفتح تحقيق عميق ويعرفوا شنو كاين بالضبط. وهاد السيده واش ظالمه ولا مظلومه؟ لا ثقة في الصحاب، ما تثقوش في صحابكم، الثقة في الله سبحانه وتعالى والديكم، والثقة الكبرى هي جيبكم. بعدوا من الصحاب، بعدوا من الصحاب اللي كيغدروا. هاد السيدة هي صاحبتها لمدة ديال 16 سنة، هما كيعرفوا بعضياتهم، وفي الأخير نصبات عليها وغادي تصيفط لها بنتها وغاتصيفطها هي الأمور اللي كبيرة بزاف. ديروا الثقة في الله سبحانه وتعالى، والله يدير لك اختي تساوي الخير، الله يوقف معاك. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله، تبقاو على خير.